المجتمع والبنات ما بيهتموش بشكل الراجل، صح؟ غلط. عندك مشوار مهم ومحتاج تدي شكلك وجاذبيتك زقه، سواء انترفيو بكره او ميعاد مهم مع الكراش بكره، محتاج تدي شكلك زقه بسيطه خليك على وضعك. بدينا نعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما اشتركتش عشان ما افتكش يد كل اسبوع. زي ما انت عارف هراو عليك بنصايح لبس، ثقه بالنفس، علاقات وبيزنس ونظافه شخصيه كمان. مش هتحتاج حاجه وانت مع مكاوي. تعالوا نبتدي. كلنا بيجينا الايام اللي عايزين فيها نقفل اللعبه، عايزين نبان باحسن مظهر ممكن واحسن جاذبيه جبار، ومعظمه من كتر التوتر بيعك في اليوم ده بالذات، عايز يبان على وضعه من كتر القلق، وشه بيحبب، بيعرق بزياده، ريقه بينشف، الدنيا بتبوظ. النهارده هقول لك تعمل ايه قبل اليوم اللي فيه ميعاد مهم ده، هقفل لك اللعب. تعالوا نبتدي. اول حيله قبل الميعاد المهم بيومين اقطع الكربوهيدرات، وما بكلمكش تقطعهم خالص تماما، غلط. بكلمك بدل الرز والمكرونه عايزك تاكل خضار وفاكهه على قد ما تقدر. زي ما انت عارف ان الكارب كل جرام منه بيخش دمك بياخد 3 جرام ميه، فبيخلي وشك منفوخ، جسمك انفلمي، ودي مش حاجه وحشه كصحه، بس حاجه وحشه لوشك لوسامتك. انت اليوم ده عايز تبان شارب، فتقطع الكارب التقيل بكارب خفيف يومين قبل الميعاد المهم، وزقه مع الموضوع تشرب ميه كتير وتضرب كيس الكترولايتس. ده هيخلي شربك الميه افكتيف، وانت بتشرب 3 لتر مش كلهم بيروحوا في التويلت، جسمك بيمتصهم فعلا وبيرطب نفسه وبيبان شكلك هيلثي، شكلك جلوي. نخش علينا على تاني تريك. عايزك يوميها الصبح تجيب طبق كبير تملاه ميه من الكولدير، ميه مفلتره نظيفه جدا مش من حنفية، حط تلج وتغطس بوشك بالظبط 30 ثانيه. الحوار ده لحظيا بينقل وسامه وشك 3 درجات فوق، بيقلل البافينس والانتفاخ، بيودي الانفلاميشن، وبيخلي بشرتك ناضره كلوي. جرب الحوار ده ملوش حل، حتى الهالات السوداء لحظيا بتختفي. الحوار ده انا كنت قلت لك عليه زمان، انك تحط معلقه صغيره بتاعت شاي في الفريزر بالليل وتصحى الصبح تستعملها على عينك من تحت، فاكر الحوار ده؟ بس احنا هنا بناخده درجه اعلى، بنعمله على وشك كله. في ناس بشوفها بتستعمل فوط ساقعه بتحطها في الثلاجه تطلع ترطب بيها وشها، ده حل ممتاز جدا، بس الايفكت بتاعه مش عالي زي الميه، الميه بتحتفظ بحرارتها احسن من الفوطه. فجرب حط طبق ميه في الثلاجه، او لو مستعجل حط ميه من الفلتر وحط تلج واغطس بوشك فيه. نيجي هنا لتالت حيله سريعه، ودي مش حيله المفروض تعملها كل يوم، وهي انك تستعمل سكين كير على وشك. وزي ما انت عارف سكين كير يعني تيج هانلي، اظن انت بتتفرج عليا من زمان فانت عارف مين تيج هانلي، مش محتاج نتكلم، ولو انت مش عارف معناه انك ما بتتفرجش. مبدئيا كده انا هزعل قوي. ثانيا انا احب اقول لك انك فايتك كتير، تعالى فهمني. الموضوع بيبقى عباره عن اشتراك شهري بيبعتولك بوكس بيبقى موجود فيه كل حاجه، قدامك تختار من 3 ليفلات. اول ليفل بيبعتولك فيه كريم الوش اللي هو الغسول، وكريم التقشير اللي هو السكراب، وكريم ترطيب الصبح اللي هو الاي ام مويسترايزر اللي فيه اس بي اف 20 لحمايتك من اشعه الشمس، والبي ام مويسترايزر مرطب بالليل اللي بتحطه قبل النوم. لما تعلى بقى ليفل 2 بنزود كريم ترطيب تحت العينين لازاله الهالات السوداء والانتفاخ، ولو عليت ليفل 3 بتاخد كريم السوبر سيروم للتجاعيد وشد الوش. كل المنتجات دي تيجي قدام بيتك كل اول شهر من شركه واحده في بوكس واحد، والموضوع مش محتاج تشغيل دماغ خالص، عشان بيبعتوا لك الورقه اللي تقول لك تستعمل ايه وامتى وقد ايه كمان. حلاوه تي جان بقى ان هو مجموعه منتجات من شركه واحده متصممه انها تشتغل مع بعض عشان تديك احسن نتائج، فده بيديهم افضليه انهم يدوك اعلى جوده ممكنه من غير ما يعلوا السعر ابدا، خصوصا لانهم بيبيعوا للعميل اونلاين مباشره من غير اي ريتيلر في النص زي كارفور او اي صيدليه. انا بقالي سنين بستعمل منتجات مختلفه للسكين كير، وحرفيا تيج هانلي بيلعب في حته لوحده. من احسن الحاجات اللي انا حاططها على وشي هتلاحظ الجوده من اول ما تستعمله، سيستم بسيط معمول للرجاله عارفين احنا خلقنا ضيق. لو وشك لسه فيه حبوب او تجاعيد او علامات او عايز تديله زقه في النضاره، تيج هانلي ساعتها مش اكسسوار، تيج هانلي حاجه اساسيه. ادخل اشتريه اللينك تحت في وصف الفيديو وفي اول كومنت برضو، ظبطت لك الاوفر وخليته احسن بكتير. اللينك ده مخصوص لينا، هيديك 30% خصم على اول بوكس و20% خصم على كل البوكسات مدى الحياه اللي هتشتريها بعد كده كل اول شهر. ومش بس كده، هيديك هديه حلوه جدا مع اول بوكس ليه، والهدايا كمان ظبطتها لك. هيجي لك سكرابر رايقه جدا للجسم سيليكون تدعك بيها جسمك، ملهاش حل، بتنقل نظافه جسمك حته تانية. ده اوبشن واحد من الهدايا. في اوبشن تاني ممكن تختاره، هيديك كت كامله للضوافر، ضوافر رجلك وضوافر ايدك، حاجه هاي كواليتي جدا جدا. الهديه الواحده من الاثنين دول قيمتها 20 دولار، ما بهزرش، انا هديها لك ببلاش لو اشتريت اول بوكس ليك من تيج. انزل اشتري البوكس دلوقتي حالا، ما تضيعش وقت، الحوار ده لجيش مكاوي بس. بالمناسبه لو فيديو فايدك باي حاجه لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش كل اسبوع. ولو عايز تلو عليا اكتر انا فعلت خصيص سوبر ثانكس، هسيبها لك تحت جنب زر الداونلود، لو عليا زي ما براو عليك. رايحه جايه. لحد هنا انت تمام، مش محتاج اي حاجه، لو عملت الحاجات اللي قلت لك عليها لحد دلوقتي انت جاهز. بس لو عايز تاخد الموضوع ليفل اعلى، هديك تريكتين كمان هيلوعوا عليك ضرب نار. تعالوا نكمل. هتدخل تحط لزقه السنان بعد ما تحط السكين كير على طول. البوكس الواحد بيجي لك فيه بتاع 20 جوش رايح تحطه فوق وتحت، هتحطه على اسنانك بالظبط 10 دقائق وتطلع تنشف السكين كير بسرعه بالدراير
مويستراير هواء ساقع وشك ينشف بعد ما تحط المويسترايزر بتاع السكين كير وبعد ما تكون غسلت وشك بميه ساقعه الصبح. الكلام ده هينقل وشك ليفل تاني حرفيا اثناء ما اسنانك بتتبيض لحظيا بالسترايبس دي. انت شغال على كل النواحي في وقت واحد. حلو يا سيدي، خلصنا ال 10 دقايق، خلصت 5 بالدراير على وشك واستنيت 5 على جنب كده، بعد كده تروح تشيل السترايبس دي من على اسنانك وتغسل سنانك فركه سريعه على الاقل دقيقه. نيجي بقى لاخر حيله، ودي مش المظهر، دي السميل والهايجين. زي ما انت عارف اتكلمنا مليون مره احنا بنحط البرفيوم على نقط النب، هناخد الموضوع ليفل اعلى ونرش البرفيوم على ميه الاستيمر بتاعت الهدوم ونستيم الطقم اللي احنا مجهزينه من امبارح. زي ما انت عارف روتين المساء بتاعنا كل يوم ان احنا بنجهز الطقم بتاع بكره، ما بنصحاش اليوم نفكر في الطقم، احنا مفكرين فيه من امبارح. كل عليك تعمله انك هتستيمه كده بشويه ميه عليها رشتين برفيوم. الحوار ده بياخد البرفيوم ليفل بتاعك حته عاليه جدا، مش جسمك بس، هيبقى بجسمك والطقم بتاعك مشعين برفيوم، ومش بطريقه مستفزه. انا عارف انت بتفكر في ايه، بتبان بشياكه كده، بتعمل هاله حواليك برفيوم خفيف على وضعها ملهاش حل، وبتقعد طول اليوم. جرب الحوار ده وقول لي ايه رايك، هيغير حياتك حرفيا. غلطه شائعه بشوفها هنا ان الناس بتحلق بتقص شعرها في نفس يوم الاكشن، ده غلط. انت برضو تبقى حالق قبل اليوم اللي فيه حاجه مهمه ده بيومين، زي ما انت عارف الاسطوره ان يوم الحلاقه مش احسن يوم لشعر، بعديها بيومين ثلاثه شعرك بيبتدي ياخد وضعه. فاليوم اللي انت عندك فيه حاجه مهمه احلق وزنجف شعرك قبليها بيومين. وطبعا مسلمات مش محتاج اقول لك انك محتاج اليوم ده تاخد دش الصبح، كل يوم انت تاخد دش الصبح، الموضوع ده مش محتاج اقوله. وبس كده يا سيدي، ده روتين الاستعداد بتاعي السريع جدا اللي بيخليك تقفل اللعبه يوم الاكشن. لو انت بتعمل حاجه انا ما قلتهاش انزل قول لي تحت في الكومنتات، عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه، تساعد بعض. ولو وصلت معايا لحد اخر فيديو هنا قول لي تحت في الكومنتات الوضعانه حرفانه مش لعبه عيال صغيره، عايز اعرف مين بيقعد معايا لحد الاخر. ولو الفيديو فادك او علمك اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو ما اشتركتش وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش كل اسبوع. ولو عندك اي اسئله وملاحظات وعايز حد يقول لك ويحاسبك فيس تو فيس ويظبط لك حلول على المشكله بتاعتك بالتفصيل، تعالى في التدريب، انت عارف التفاصيل كلها، مفيش داعي نرغي كتير. هسيب لك اللينك فوق في الاي وتحت في وصف الفيديو برده تاني لينك وفي اول كومنت، بلاش نضيع وقت. انا بقول لك كل اسبوع تعمل ايه، ولما محتاج حد يحاسبك تعالى في التدريب، ما عندناش حاجه. زي ما في كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. لو الفيديو ده فادك ادخل شوف الفيديو ده، هلا وعليك اكتر، مستنيك هناك.